بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع نموذج للمراقبة المستمرة الأولى للأسدس الأول للمستوى السادس في مادة الاجتماعيات، الدروس التي سيتم تقويمها في هذه المراقبة هي منهجية عمل المؤرخ مهد الإنسان العاقل إنسان جبل إيغور في التاريخ، أما الجغرافيا خريطة العالم المسطحة، خريطة العالم الكرة الأرضية، والتربية المدنية أحترم القوانين، الحرية والمسؤولية، أشارك في وضع ميثاق قسمنا وانتخاب مكتب تعاونيتنا. هذا نموذج للمراقبة المستمرة الأولى في مادة الاجتماعيات. إليكم الآن الأسئلة. التاريخ: أولاً، أملأ الفراغ بما يناسب. يسلك المؤرخ لدراسة التاريخ منهاجا يقوم على: ثانيا، أدرج كل نشاط من أنشطة الإنسان العاقل ونمط عيشه في الخانة المناسبة: الصيد والالتقاط، الفلاحة، تربية الماشية، الترحال، الاستقرار، صناعة الخزف في العصر الحجري القديم وفي العصر الحجري الحديث. ثالثاً، أذكر بعض فوائد اكتشاف النار. رابعاً، متى تم اكتشاف جمجمة الإنسان العاقل في المغرب وأين؟ أسئلة جغرافية: أولاً، أسمي قارات العالم. ثانياً، أوطن القارة الإفريقية بتلوينها وأسمي خطي الطول والعرض الأساسيين. ثالثاً، أصل بخط التمثيل الكروي. التمثيل المسطح يمثل على شكل مجسم كروي، يمثل على ورقة تسمى خريطة، يحتوي على خطوط الطول والعرض، يسهل رسم البيانات. رابعا، يطل المغرب على واجهتين بحريتين أذكرهما. تم. أسئلة تربية المدنية: أولا، أصل بخط كل مصطلح بتفسيره: الحرية، المسؤولية، القانون. تحول نتائج الفعل سواء كانت إيجابية أو سلبية. اتخاذ جميع القرارات التي تخص الإنسان قواعد تحمي حقوقي وتحدد واجباتي ومسؤولياتي. ثانياً، أقرأ الوضعية التالية ثم أجيب عن الأسئلة. الوضعية: وقع شجار بين تلميذين في المطعم المدرسي، وكان ذلك سبباً في إتلاف بعض المواد الغذائية والتجهيزات التي هي حق يتمتع به الجميع. قرر مجلس المدرسة أن يعاقبهما بتنظيف المطعم لمدة أسبوع من الساعة الواحدة إلى الثانية لمدة أسبوع دراسي تحت مراقبة المدير، كما تم استدعاء أبويهما لأداء تعويض مادي عما أتلفاه من تجهيزات لفائدة إدارة المدرسة. ألف، وحدد موضوع الحالة. باء، وحدد نوع العقوبة التي قررها مجلس المدرسة. جيم، أبدي موقفي من هذا القرار وأعلن جوابي. ثالثاً، لماذا يجب احترام الحقوق والواجبات؟ رابعاً، أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. من خطوات اتخاب تعاونية القسم: التقيد في لائحة الترشيح، احترام التدرج من الذات إلى الآخر، تشكيل لجنة لتدبير النزاعات، الحملة الانتخابية، تصحيح مراقبة مستمرة أولى لمادة الاجتماعيات. السؤال الأول في التاريخ: يسلك المؤرخ لدراسة التاريخ منهاجا يقوم على تعريف الوقائع، تفسيرها وتركيبها. أنشطة الإنسان العاقل ونمط عيشه في العصر الحجري القديم. أنشطة التي كان يمارسها هي الصيد والالتقاط، ونمط عيشه كان الترحال. وفي العصر الحجري الحديث، الأنشطة التي مارسها هي الفلاحة، تربية الماشية، صناعة الخزف، ونمط عيشه كان الاستقرار. أما بالنسبة لفوائد اكتشاف النار، فقد ساعد اكتشاف النار الإنسان القديم في التدفئة والإنارة والطهي، مما حسن نظامه الغذائي وطور قدراته الجسمانية والفكرية. تم اكتشاف جمجمة الإنسان العاقل بالمغرب سنة 2017 بجبل إيغود
قرب مدينة آسفي. تصحيح الجغرافيا: القارات هي قارة إفريقيا، قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أمريكا، وقارة أستراليا. بالنسبة للسؤال الثاني: وطن القارة الإفريقية. هذه هي القارة الإفريقية، أن نلونها بأي لون نختاره، أحمر أو أخضر أو أصفر أو أزرق، كل حسب رغبته. إذن هذه هي القارة الإفريقية التي يجب أن نلونها. بالنسبة لخطي الطول والعرض، خط الطول هو هذا، إذن يسمى خط غرينتش، وخط العرض هو هذا، يسمى خط الاستواء. ثالثا، التمثيل الكروي يمثل على شكل مجسم كروي ويحتوي على خطوط الطول والعرض. والتمثيل المسطح يمثل على ورقة تسمى خريطة ويسهل رسم البيانات. يطل المغرب على واجهتين بحريتين، وهما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. تصحيح التربية المدنية: الحرية هي اتخاذ جميع القرارات التي تخص الإنسان. المسؤولية هي تحمل نتائج الفعل سواء كانت إيجابية أو سلبية. القانون هو قواعد تحمي حقوقي وتحدد واجباتي ومسؤولياتي. بالنسبة للسؤال الثاني: الحالة الممثلة في الوضعية هي شجار بين تلميذين أدى إلى إتلاف بعض المواد الغذائية والتجهيزات. ب: يتم تنظيف المطعم لمدة أسبوع واستدعاء والدي تلميذين لأداء تعويض مادي. ج: قرار صائب وبذلك سيكونان عبرة للآخرين. إذن هذا مثال فقط لإبداء الرأي مع التعليل، ويمكنكم أن تبدوا آراءكم، ولكن ضروري من أن تعللوا مواقفكم. بالنسبة للسؤال الثالث: يجب احترام الحقوق والواجبات حتى لا تنتهك حقوق الآخرين. ورابعا: من خطوات انتخاب تعاونية القسم التقيد في لائحة الترشيح. صحيح: احترام التدرج من الذات إلى الآخر خطأ. تشكيل لجنة لتدبير النزاعات خطأ. الحملة الانتخابية صحيح. أرجو أن يكون هذا النموذج مفيدا لكم. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشارك هذا الفيديو مع زملائكم وزميلاتكم حتى تعم الفائدة. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء جديد مع مفتاح جديد من مفاتيح المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.